بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد مثال عملي ازاي اعمل سيلكت لبعض العناصر بخاصيه معينه. تمام، هناخد مثال على كده ان انا عندي مثلا ضغطات التكييف، عايز اشوف الفيتنج اللي هنا ايه اللي حصل له، البشر دروب بتاعه مثلا بصفر، فرض ان في حاجه بصفر، طيب يروح ملون للحاجه ديت. تمام، ده المثال دوت ممكن تروح انت تطبقه مثلا في اي حاجه، مثلا استراكشر معماري، تغير خواص بحيث ان انت توصل للحاجه ديت. طيب خليني اجي هنا اقول له شغل لي الداينامو، اقول له شغل لي نيو. طيب انا دلوقتي اول حاجه محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا احدد الكاتيجوري بتاعي، الريفت سيلكشن كاتيجوري. طيب انا محتاج ايه هنا في الكاتيجوري؟ محتاج الداكت فيتنج، اقول له هنا داكت فيتنج. طيب اقول له all element of category، عايز اخد بارامتر فاقول له get بارامتر by name، get بارامتر by name. محتاج ان انا اديله البارامتر name، فهقول له سترينج يعني حاجة نصية كتابة. طيب هتكتب ايه بقى؟ هكتب البريشر دروب، لازم اكون اعمل سيلكت على حاجة هنا. تمام، بريشر دروب، تمام، اقول له ده البارامتر نيم. طيب دلوقتي انا خلاص خدت المعلومه ديت. طيب المعلومه دي استفاد بايه؟ هقول له المعلومه دي لو اكبر من رقم معين اديها لون، فهدور على علامه اكبر اوبريشن. تمام، بحيث ان هو يبدا يشوف الارقام دي لو هي اكبر من رقم معين، مثلا يكون عندنا مثلا 10 او 100 او كذا، يبدأ يشوف الموضوع ده صح ولا غلط. طيب هقول له بعد كده نمبر صفر، ماشي انا عايز صفر، ما عنديش مشكلة في الصفر. طيب بعد كده هقول له object is null، طيب انا محتاج دلوقتي ادخل اعمل ليست للفلتر دي العناصر الموجوده. طيب اقول له بعد كده انا عايز ليست فلتر باي بول ماسك. تمام، طيب انا عندي الماسك اهوت، الليست هاخدها من هنا، اهيت. طيب دلوقتي انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا ابدا اديله الالوان واقول له اوفر رايت، فاقول له ايه؟ انا عايز كلر باي اي جي بي اهوت، هبدأ اديله الارقام دي، الاي بكام والار بكام والجي بكام والبي بكام. فاجي هنا هقول له ابدأ لون لي، هقول له خد الالوان ديت عن طريق كود بلوك. محتاج انا هنا بقى ايه؟ ان انا اديله اربع خانات، هقول له اول واحدة مثلا خليها بصفر، وخلي التانية مثلا بمية، وخليها بعد كده بصفر، دي بصفر. تمام، وابدا ادي له ارقام. طيب محتاج بعد كده اقول له اوفر رايت باي كارل، يعني الحاجه اللي انا هديها لك دلوقتي هي اللي انت تشتغل عليها. هاجي دلوقتي اقول له اوفر رايت كولر،
اقول له الاليمنت بتاعتك اهيت والكلر بتاعتك اهيت، تمام. يبدا العمليه بتاعته ان هو يبدا يلون كل الفيتنج اللي هي موجوده بزيرو، تمام. نبدا نشوف الحاجات ديت. ده مثلا البريشر دروب بتاعه مش موجود، تمام. ده البريشر دروب بتاعه مش موجود، تمام دوت. بس لو بصيت للفيتنج دي مثلا هتلاقي ليها بريشر دروب، فهو كده عمل فلتره فقدرنا نعرف ايه اللي البريشر دروب بتاعه مش موجود، تمام. ده طبعا مثال مش خاص بالفيتنج ديت او مش خاص بده بس، ده ممكن تعمله في الاعمده، في الكهرباء، في اي حاجه عايز تكتشف غلطه معينه او تكتشف حاجه معينه الريفت ما بيديهالكش، ممكن تستخدم الملف دوت. الملف ده هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط، وده مجرد مثال لحاجات كتير تقدر تعملها جوه الداينامو.